بدورها وصلت الجزائرية كوثر وعلى الجمعة للنقاط بحصولها على الميدالية البرونزية. الحمد لله تحصلت على الميدالية هذه اللي نستاهلها باسكو راني قريبة لا كاليفيكاسيون تاع لي جوز اولمبيك. برك حبيت نقول حاجة للشعب المغربي، نهدي هذه الميدالية للشعب المغربي وبيان سير الشعب الجزائري كلهم. تحصلت على الميدالية هذه اللي نستاهلها باسكو راني قريبة لا كاليفيكاسيون تاع لي جوز نقاط بحصولها على الميدالية البرونزية. الحمد لله بدورها وصلت الجزائرية كوثر وعلى الجمعة اولمبيك. برك حبيت نقول